إذا الوصفة الأولى غادي نمشيو مع الوصفة السورية للشعر. هاد الوصفة هادي كدار باش كترطب الشعر وكذلك كتقاد ليه هادوك الخصلات ديالو باش كيولي رطب وعندو النعومة ديالو وكذلك حتى اللون ديالو كيرجع ليه. إذا غادي ناخدو 4 ديال المعالق كبار ديال الطين الأخضر لاغجيل فيغ، بيضة بلدية، 4 ديال المعالق صغار ديال خل التفاح، 3 المعالق صغار ديال الماء دافي. إذا نعاود، 4 المعالق كبار ديال الطين الأخضر، بيضة بلدية، 4 المعالق صغار ديال خل التفاح، و3 المعالق صغار ديال الماء دافي. غادي نخلطو هاد الخليط هذا مزيان وغادي نديرو به ماسك لشعرنا ونخليهم مدة ديال ساعة ثم نغسلو. هاد الوصفة هادي غادي نديروها جوج المرات في الأسبوع، ويمكننا نتبعوها حتى المدة ديال 3 شهور. بالنسبة للوصفة الأخرى اللي عندنا ديال الشعر، غتكون عندنا وصفة تونسية. غادي ناخذ معلقة كبيرة ديال عصير البرتقال، إطرو ديال الماء، 6 ديال النقيطات ديال الزيت الأساسي ديال الزعتر، و6 ديال النقيطات ديال الزيت الأساسي ديال الأزير. إذا نعاود، معلقة كبيرة ديال العصير ديال البرتقال، إطرو ديال الماء، 6 نقاط ديال الزيت الأساسي ديال الزعتر، و6 نقاط ديال الزيت الأساسي ديال الأزير. غادي نخلطو هاد الخليط هذا مزيان، وغادي نخليه مدة ديال 10 ساعات بلا ما نطيبوه. ما نغليوه ما والو. وغادي هاد الخليط هذا غادي منين نغسلوه بالشامبوان نشللو به هو شعرنا ونخليه مده ديال 2 دقائق ثم عاد نشللو بالماء. يعني هذا تشلل به السيده شعرها قبل ما تخرج تشلل به الشامبوان وعاد من بعد دير الماء باش كتحيد داك الاثار اللي كتبقى ديال دوك البرتقال. شنو الفائده ديال هذه الوصفه التونسيه؟ هذه الوصفه هذه كتعطي تصفيه للبشره اللي ديال الفروه الراس، يعني اي حاجه كيكون فيها مشكل على مستوى ديال الفطريات، مثلا المسام كذلك اللي ما كيكونوش كيفرزوا الدهون بصفه منتظمه كتوازن داك الافرازات ديالهم، وكذلك ان البصيلات ديال الشعر كتعطيهم واحد الحيويه باش يعني كيولي كيكسر الشعر وكيولي كيزيد. يعني هذه صالحه لجميع السيدات اللي عندهم مثلا القشره، اللي عندهم المشكل ديال التونيا في الشعر او الفطريات اخرى. وصالحه كذلك للسيدات اللي عندهم البشره دهني الشعر دهني كيكون دهني بزاف، وكذلك بالنسبه اللي كيكون شعره معكزان ما كينوضش، يعني كما كنقولوا. فهذه وصفه كتعطي فائده. نمشيو للوصفه، واحد الوصفه تقليديه هنديه. اذا هذه الوصفه كيديروا فيها، شتي تبارك الله الشعر ديال الهنود كي داير تبارك الله ما شاء الله. اذا هذه من احد الاسرار ديالهم. اذا غناخذوا 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الكوكو، حيت كنعرفوا بان الكوكو متواجد كثير بالهند. اذا 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت ديال الكوكو، معلقه صغيره ديال الياسمين مطحون، ومعلقة صغيرة ديال الورد مطحون. إذا 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الكوكو، معلقة صغيرة ديال الياسمين مطحون، ومعلقة صغيرة ديال الورد مطحون. هاد الخليط هذا كنديروه في حمام مريم وكنخليوه أنه يسخن شوية، من بعد كنخلطوه مزيان. 4 المعالق ديال زيت الكوكو ومعلقه صغيره نعم تتخلط فيهم ديك الورد مطحون، يعني غير غبره؟ لا غبره، الورد بلدي مطحون والياسمين مطحون. ورد الياسمين مطحون راه كيكون عند المعشابات، وكنخلطوا مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط متجانس. هذاك الخليط كنوضعوه وكنخليوه يبرد كيولي في شكل كريم. هاد الكريم هادي كنوليو قبل ما ندخلوا للحمام كتدهن هاد الكريم هادي وكتبقى مده ديال ساعه الا ربع ثم كنغسلوا شعرنا من مورا. وهاد العمليه يمكننا نديروها 2 مرات في الاسبوع. هادي حتى الرائحه ديالو غتكون رائعه. نعم، فالرائحه رائعه، وفي الياسمين والورد البلدي وزيت الكوكو، وهذا هذا علاج شامل للشعر. دابا اللي بغات تسهل في حبله دير هاد الوصفه الهنديه دكتور عماد. حنا حتى حنا خاصنا نجربوا حقنا. واه ضروري، هادي وصفه زوينه ياك. نمشيو للهنود باش حنا ونبقاو في اسيا نعطوا الشينوا. إذا غناخذ معلقة كبيرة ديال الشاي الأخضر، معلقة صغيرة ديال
الفطر الاسود اللي كنستعملوه في الماكله. شامبينيون نوار. شامبينيون نوار وجوج مع كبار ديال العسل الحور. اذا نعاود معلقه كبيره ديال الشاي الاخضر، معلقه صغيره ديال الفطر الاسود، وجوج معالق كبار ديال العسل الحور. هذا الخليط هذا غادي نخليوه يغلى في كاس ونص كبير ديال الماء، نخليوه يغلى مزيان حتى كيعقد. ملي كيعقد هذاك الخليط كنخويوه في واحد، كنصفيوه في واحد القريعه، وكناخذوا القطن وكندهنوا به الفروه ديال الراس ديالنا والشعر ديالنا، وكنخليوه مده ديال ساعه الا ربع، ثم كنغسلوه. فهذا مضاد الاكسده، هذا كيعاون حتى داك الفروه باش ما كتكونش عند داك الشيخوخه السريعه، ان الفروه ديال الراس ديالنا كتبقى كما كنقولوا عندها ديك المرونه ديالها وعندها ديك الحيويه ديالها، وبالتالي ما كتاثرناش على الشعر. الوصفه اخرى وصفه برازيليه لهاد الوصفه هذه، الفائده ديالها انها كترطب الشعر، ان الشعر ما كيبقاش هذاك الشعر كما كنقولوا حراش، ما كتبقاش دوك الشعر فيه هذوك يعني دوك التقصفات اللي كتكون لتحت، فهو كيكون بمثابه علاج باش كيرجع للشعر ديك الحيويه ديالو. وحنا كنعرفوا انه الكيراتين جات من البرازيل. نعم الكيراتين كتستعمل، والكيراتين كما كنقولوا الكيراتين خصها تكون كيراتين طبيعيه، باقي كناكد عليها، لان الكيراتين الصناعيه اللي كتكون فيها الفورمول، فهاد ماده الفورمول اصلا هي ماده اللي صعيبه وصعيبه بزاف، يعني غير الا تشمات فكيمكن لها تعطينا اعراض جانبيه. لا بالنسبه للمراه الحامل ولا بالنسبه للناس اللي باغيين يكون عندهم اطفال، فهذه مواد سامه. وهذه غادي تكون النتيجه ديالها غير في الاول، ولكن من بعد راه الشعر كيمشي. نعم يعني ديك الاول راه السيده غتلقى شعرها رطاب وداك الشيء، ولكن من بعد راه صافي غادي. لان الشعر بحال كيتغلف بميكا ما كيبقاش كيتنفس، اما اذا كانت الكيراتين طبيعيه فهو الكيراتين الطبيعيه كيرجع هذوك التقصفات اللي كتكون في الشعر، بحال كنقولوا كيعاود يسد. كتكون الشعر داير بحال الا كما كنتصوروا ملي كتشوفوا في المجهر بواحد الاداه، واحد لاباري خاصه كما كنقولوا، واحد الجهاز خاص، انه كيبان داير بحال الظهر ديال الحوت. نعم. في هذوك القشور، ولكن ملي كدير ليه هذيك الكيراتين الطبيعيه كيعاود يرجع رطب، كيتسدوا هذوك القشور. ناخذوا جوج معالق كبار ديال الزبده ديال الكاريتي، راه كتباع دابا في المعشابات. زبده الكاريتي واش كتستعمل في التغذيه في الماكله؟ لا كتستعمل غير في التجميل. كتستعمل في التجميل الشعر او البشره، فهي مرطبه كتعتبر هي بحال زيت الكوكو. او زبده الكوكو. جوج معالق كبار ديال زبده الكاريتي، جوج معالق كبار ديال الافوكا وتكون طايبه هاريه شويه، معلقه كبيره ديال الجزر ديال الخيزو محكوك، ومعلقه كبيره ديال زيت الكوكو. اذا نعاود، جوج معالق كبار ديال زيت الكاريتي، جوج معالق كبار ديال لافوكا تكون طايبه شويه، معلقه كبيره ديال خيزو محكوك، ومعلقه كبيره ديال زيت الكوكو. هذا الخليط هذا غنخلطوه ونديروه في حمام مريم، ونخليوه يذوب ونخلطوه مزيان حتى كنلقى واحد الخليط متجانس، وكنخليوه يبرد. هذاك الكريم اللي كنحصلوا عليه كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنديروا بحال شكل ماسك، وكنخليوه مده ديال ساعه ثم كنغسلوه. هذه العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع، ويمكن لنا نستعملوها حتى المده ديال 4 شهور. واخيرا الوصفه الروسيه، اذا غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال اللبن، معلقه كبيره ديال الشعير مطحون، نص معلقه صغيره ديال الابزار مطحون، ومعلقه كبيره ديال زيت السلميه. اذا نعاود، جوج معالق كبار ديال اللبن، معلقه كبيره ديال الشعير مطحون، نصف معلقه صغيره ديال الابزار مطحون، ومعلقه كبيره ديال زيت السلميه. غنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى يتخلط، ثم غادي نوضعوه على الجلده ديال شعرنا وشعرنا، ونخليوه مده ديال نص ساعه ثم نغسلوه. هذه المنفعه ديالها؟ هذه المنفعه ديالها انها كما كنعرفوا اللبن دوك البكتيريا اللي فيه كتفرز واحد الازوت، هذا الازوت هذا اللي كيفيدنا البشره ديالنا بزاف، انها كيساعد في التوازن ديال بعض الافرازات ديال الدهون. ثانيا انه داك التلوين ديال البشره ديالنا كذلك كما كنقولوا بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الشيب، انه كيعطل هذاك الشيب، ما كيبان معطل كما كنقولوا. ثالثا انه هذاك الشعر كيرجع للحاله الطبيعيه ديالو، وكينوض يعني كيكون عنده واحد النمو متوازن ومنتظم.
دكتور هماد، هادو وصفات اللي عطيتينا رائعين. انا كنتمنى ان المستمعات ديالنا يجربوهم ويردوا علينا الخضار. اللي جربات هادشي ترد علينا الخضار وشوفي طبعا شنو الوصفه اللي غادي تلقاي عليها راحتك. دابا الا جربنا مثلا الوصفه البرازيليه، واش السيده ممكن دير معها الوصفه تونسيه او سوريه، ولا من الاحسن بلاش ما نخلطوش؟ مثلا الا درت وصفه اليوم غدا دير وصفه اخرى، ماشي في نهار واحد نديروا كل شيء. نعم، كاين اللي غتزرب تبغي شعرها دغيا يبان المفعول تمشي تخلط كل شيء، غير شويه لا غير شويه عليك ضروري. ما كاش في نهار واحد غادي تمشي لتونس وتمشي للبرازيل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.